يعلن عن وجود الخطأ لمصلحة نادي الاخريطيات. الاخريطيات برصيد 4 نقاط فقط، انتصار وتعادل في الجولات الاربع الماضية. الجولة الماضية ايجابية، 1-1 امام الخوم. كرة فيها محاولة ملعوبة خطيرة، ياتي من محمد عبد الرحمن ابعاد الكرة الماضية لم تصل بالشكل المطلوب. عادت المحاولة من جديد في الجانب المقابل الى موسى هارون. هارون امامية الى رودريجو. تباتا تباتا مر مرر تهيأت كون جول. ترجمات أفضلية هنا على مستوى أحداث هذا الشوط. قلت بأن الشوط نجح في الإخريطيات إلى الآن بالخروج بما يريد. وصلت إلى عبد الرحمن، لا أمان، عرضية في منطقة الجزاء، رأسية ملعوبة خطيرة، جول 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 جول. اللقطة الماضية يتصدى الريال امام فرصة الان بكرة تصل الى تباتا، يلعب الى عبد الرحمن، عرضية في منطقة الجزاء، سيبا سيبا سيبا، خلاص 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 خلصوها خلصوها.